سيدة تقول: بعد عقد الزواج لابني وقبل العرس بأيام جاء والد العروس وطلب من ابني أن يطلق ابنته، وطلب منه أن يردد كلمة أنت طالق 3 مرات بفارق زمني بسيط 10 ثواني. يعني هل هذه تكون طلقات لا رجوع بعدها ويحرم على الشاب ردها؟ علما بأن الشاب لم يرد الطلاق نهائيا، كان مجبرا على ذلك، وكذلك العروس. الجواب عن هذا: إذا كان هذا قبل الدخول والخلوة الصحيحة فقد بانت منه بينونة صغرى بالطلقة الأولى، وتكون الثانية والثالثة لغوا لأنها لم تصادف محلا، لم تصادف زوجية قائمة، وقال أنت طالق قبل الدخول أصبحت بائنة. الثانية والثالثة طلقة في الهواء، لأن مفيش زوجية قائمة تستقبل هذه الطلقة، فلم تصادف محلا، فقد انتهت الزوجية بالطلقة الأولى، فيجوز له أن يرجع عليها بعقد جديد ومهر جديد. وإن صح كما تقولين أنه كان مكرها مجبرا على الطلاق، فهذا الطلاق كله لغو من البداية، لكن ينبغي تحرير القول في ذلك بدقة. أنا لست مسؤول عن قضية مكره مجبر، إن صح ما تقولين وصحة الوقائع مسؤوليتك أنت وليست مسؤولية المفتي، إن صح ما تقولين فهذا الطلاق كله لغو من البداية، لكن ينبغي كما قلنا تحرير القول في ذلك بدقة. بارك الله فيك.